حياكم الله متابعينا متابعي منصات من أينما كنتم إلى هذه المباراة الجماهيرية التي سنتابع معكم تفاصيل هذه المباراة الغنية بالأهداف والغنية بالجماهير. هيا بنا. بأفضل أداء وأجمل صورة ظهر المنتخب القطري في أول اختباراته الرسمية مع البرتغالي كارلوس كيروش، فأجهز بشكل قاس على منتخب أفغانستان بثمانية أهداف لهدف. والله نجينا وعدت أداء والله حلو. والله بدعوا تهبل خرافية. إني أفتخر بذاتي وأفتخر بفريقي اللي فايز. بالنسبة لي مباراة سهلة جدا. مباراة جدا سهلة الصراحة. 6 أهداف في شوط المباراة الأول و2 في الشوط الثاني، حصيلة تهديفية مميزة للعنابي على استاد خليفة الدولي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، سجل منها المعز علي سوبر هاتريك في احتفاله بمباراته 100 مع زميله أكرم عفيف، وأكمل حسن الهيدوس ومصطفى مشعل وأحمد علاء وتميم منصور أهداف العنابي. شعور حلو انك تكون ثاني هداف في منتخب قطر، اكيد هيعطيك دافع قوي ويعطيك مسؤوليه كبيره ان انت دائما تحاول تسجل حق فريقك وتحاول دائما تكون في منطقه الجزاء، تحاول انك تكون دائما الكلى حق الفريق. كيروش بدوره اثبت نجاح اختياراته الفنيه خاصه بالمشاركات الشابه التي اعطت طابعا مميزا للمنتخب ومختلف في ارض الملعب قبل مواجهه الهند التي تغلبت على الكويت في ارضها. سرني أن أرى مصطفى وأحمد وتميم، 4 لاعبين شباب ينهون هذه المباراة، وهذا طبعا بفضل جهودي وتضحياتي شباب، لكن في الغد هو يوم جديد وعلينا أن نبدأ بالتحضير لمباراتنا أمام الهند. في 21 سيكون منتخب قطر مع الاختبار الثاني في مجموعته الأولى أمام منتخب الهند لتحقيق 6 نقاط مهمة تريح العنابي قبل انطلاق كأس آسيا في الدوحة مع بداية العام الجديد.